يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأيت رجلا في المدينة يقرأ من كتاب أدعية وهو مستقبل جدار القبر، أي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنكرت عليه الفعل وبينت له أن ذلك لا يجوز فاستجاب، ولكن هناك رجل أنكر علي هذا الإنكار فقال اتركه إنما هو مجتهد، فهل إنكاره علي صحيح؟ أنكره، يقول أنكر علي الإنكار على ذلك الرجل وقال إنه مجتهد. لا كذاب هذا وغلطان. الحين اللي ينكر المنكر، المنكر فيه اجتهاد، هذا منكر. الدعاء مستقبل القبر هذا منكر وله اجتهاد، لا يجوز. فأنت إنكارك في محله وجزاك الله خيرا، وهذا نبه أنه غلطان ولا يعود لمثل هذا. نعم.